محلب يزور اليوم كوت ديفوار ويفتتح مشروعات تنموية نفذتها هناك شركات مصرية. إنهاء التمرد في عدن والأمم المتحدة تدين استخدام القوة وواشنطن تعرب عن قلقها. كسوف كلي للشمس تشهده مصر بشكل جزئي واحتفالية أمام منطقة أبو الهول بالأهرامات. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من قناة النيل. أهلا بكم، والبداية مع زميل خالد حسين. إليك خالد. شكرا لك يا أمل، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسودان وإثيوبيا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل تستغرق 3 أيام يبحث خلالها سبل تدعيم العلاقات بين مصر وكل من البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب تدعيم التعاون فيما يتعلق بمياه النيل. كان السيسي قد استقبل بالأمس سمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، الذي هنأ مصر بنجاح المؤتمر الاقتصادي، وأشاد بالإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تتم على الصعيد الاقتصادي. من جانبه أشاد السيسي بجهود المملكة لإنجاح المؤتمر، سواء عن طريق دعم الاحتياطي النقدي المصري أو من خلال الاستثمارات المشتركة والصادرات السعودية. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي اليوم أن اتفاقيات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر سارية، ولم يتم المساس بها في أي وقت أو أي وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات أعوام 1902 و1929 و1959 وغيرها. ونفى عبد العاطي ما تردد في بعض الدوائر الإعلامية المصرية والعربية من أخبار أو تحليلات أو تصريحات بشأن موقف الاتفاقيات المنظمة لاستخدامات مياه النيل. يقوم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اليوم بزيارة سريعة إلى كوت ديفوار، حيث يفتتح خلالها مشروعات تنموية نفذتها الشركات المصرية في الدول الإفريقية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام قاويش إن رئيس الوزراء سيلتقي بالرئيس الإيفواري ورئيس الوزراء ومسؤول البنك الإفريقي للتنمية، كما يزور مقر شركة النصر للاستيراد والتصدير. وعلى هامش الزيارة يفتتح رئيس الوزراء جسر جاكفال الذي أنشأته إحدى شركات المقاولات المصرية. في إطار احتفال مصر بعيد الأم، قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتكريم 100 من أمهات شهداء الجيش والشرطة وضحايا حادث ليبيا الغادر. وقد توجه المهندس إبراهيم محلب بالتهنئة لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم، مؤكدا لهم أن دم أبنائهم الشهداء لن يضيع هدرا، وأن مصر لا تنسى أبنائها. إلى الصامدات الصابرات، إلى الجرح النازف والألم الصامت، إلى الروح التي تهفو وتتوق إلى لقاء الأحبة، إلى الدمعة التي تحجرت في المقل ولم تسقط، إلى الحزن الشامخ، إلى الكبرياء الأصيل، إلى أمهات الشهداء في كل مكان، كل عام وأنتن أشد صبرا، كل عام وأرواح أبنائكن تحلق في الجنة بين الصديقين والشهداء. هكذا عبر رئيس الوزراء بكلماته في حفل تكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة وضحايا ليبيا. دم ولادنا ما بيروحش هدر، دم ولادنا هو اللي مخلينا النهاردة عايشين ورافعين راس مصر، وبالتالي ليكوا حق علينا كبير جدا، وربنا سبحانه وتعالى يقدرنا ان احنا نخدمكم ونخدم اولاد الشهداء، وربنا يرحمهم وهم عند ربنا في الجنة بإذن الله. وإن شاء الله مصر دايما بخير، لأن ولادها دفعوا الغالي ومستعدين كلنا ندفع الغالي. كل سنة وانتم طيبين. بصبر وثبات كبيرين تحدث الحضور عن الشهداء. يا أمهات الأحياء، أبناؤكم لهم في رقابنا جميعا الجميل الأوفى، دفعوا حياتهم الدنيوية لنحيا نحن آمنين.
نعدكن جميعا أن الأزهر الشريف لن يتوانى لحظة عن المطالبة بالثأر لأبنائكن. شهداء الوطن استشهدوا على هويتهم المصرية من منطلق القوة وليس منطلق الضعف. كان هدف الإرهاب هو إضعاف بلدنا مصر وزرع الفتن والحروب داخل بلدنا، فكانت النتيجة هي قوة مصرنا وقوة شعبها في وحدة وتلاحم. ويأتي الحفل تقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن والحفاظ على عزته وكرامته، إنهن أمهات حماة الوطن. كشفت وزارة الداخلية أن تحرياتها توصلت إلى تحديد القوى المتطرفة التي اتفقت توجهاتها مع تنظيم الإخوان الإرهابي مثل أجناد مصر وأنصار بيت المقدس والجماعة الإسلامية وحركة حازمون. وأعلن المتحدث باسم الداخلية أن تلك القوى شكلت خلايا عنقودية مسلحة تحمل عدة مسميات مثل حركة كتائب حلوان والعقاب الثوري لإعلان مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية لإبعاد التهمة عن الإخوان. وصلت التحريات إلى تحديد القوى الدينية المتطرفة والتي اتفقت توجهاتها مع التنظيم الإخواني، من بينها تنظيم أجناد مصر، أنصار بيت المقدس، الجماعة الإسلامية، حركة حازمون، والذين قاموا بالفعل بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة تحمل العديد من المسميات مثل حركة كتائب حلوان، حركة العقاب الثوري، حركة كتيبة إعدام، حركة حسم، حركة الحراك الثوري، حركة بلاك بلوك ضد الانقلاب، للإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية، للإيحاء للرأي العام بتعدد الحركات المتطرفة، فضلا عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان. كما توصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي واقعة التفجير أمام دار القضاء العالي، حيث تبين أن الهارب المذكور قام بتكليف كل من الإخواني إسلام شعبان شحاتة سليمان، اسمه الحركي حسن 23 سنة، وعضو تنظيم أجناد مصر اسمه الحركي حسام 28 سنة، هارب بزرع عبوة تفجيرية أمام دار القضاء العالي بمكان تمركز القوات الأمنية، حيث قام بالفعل بتنفيذ ذلك التكليف، وتوجه بتاريخ 1 مارس الجاري إلى دار القضاء العالي، وقام بزرع العبوتين حوالي الساعة 10:30 مساء، ثم عاد صباح اليوم التالي وقام بتفجيرها عن بعد عقب تجمع القوات. وقد تمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط أحد منفذي الحادث الإخواني إسلام شعبان شحاتة سليمان حال شروعه بزرع عبوة تفجيرية أخرى بأحد المقاهي بشارع القصر العيني، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالمضبوطات، وتم موافاة النيابة بفلاشة ميموري تحوي مقاطع فيديو يظهر فيها عضوي الخلية المذكورين أمام دار القضاء العالي مساء 1 مارس الجاري، حيث باشرت النيابة التحقيق واعترف المتهم المضبوط أمام النيابة بارتكاب الواقعة وحوادث تفجيرية أخرى، وقامت النيابة بإجراء المعاينة التصويرية في حضور المتهم وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالمعركة العسكرية والقانونية والدبلوماسية للسعادة طابة، موجها الشكر لرجال الوطن على ما قاموا به فداء لبلادهم. يأتي هذا في إطار احتفال مصر بالذكرى 26 على رفع العلم المصري على طابة آخر مناطق سيناء التي تم تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي من خلال التحكيم الدولي. نجحت عناصر القوات المسلحة المكلفة بتأمين الحدود الغربية في إحباط تهريب شحنة هائلة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة قبل دخولها إلى الأراضي المصرية، وتم ضبط سيارتي دفع رباعي محملتين ب 720 بندقية خرطوش و 33 ألف طلقة خرطوش وبندقية آلية و 60 طلقة آلية و 100 بالإضافة إلى طن واحد من جوهر الحشيش المخدر بمنطقة بحر الرمال الأعظم.
في إطار حرص القوات المسلحة على درء المخاطر التي يتعرض لها الشباب المصري من خطر المواد المخدرة التي تستهدفهم، قامت القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود والإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، وبناء على المعلومات المتوفرة تم دفع إحدى القطع البحرية إلى المنطقة الشمالي غرب دمياط، حيث تم الاشتباه في أحد بلنصات الصيد، وبإيقافه وممارسة حق الزيارة والتفتيش عليه وجد 5 أفراد، وبتفتيش البلنص تبين وجود كمية من جوهر مخدر الحشيش تقدر ب1 طن، وتم اقتياد البلنص إلى أحد الموانئ المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بمعرفة جهات الاختصاص. تعقد نقابة الصحفيين صباح اليوم انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة، ويتنافس على عضوية مجلس النقابة 34 مرشحا، بينما يتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين وهم سيد الإسكندراني وضياء رشوان وطارق درويش وطلعت هاشم محمد ومحمد مغربي ويحيى قلاش. يترقب اليوم ملايين الأشخاص حول العالم مشاهدة ظاهرة فلكية نادرة وهي كسوف الشمس، وتعد مصر من بين الدول التي تشهد كسوفا للشمس، حيث من المتوقع أن يبدأ الكسوف الجزئي في الساعة 11:10 صباحا بتوقيت القاهرة، على أن ينتهي في 12:30 ظهرا تقريبا. وبمناسبة هذه الظاهرة تنظم وزارة الآثار احتفالية من أمام تمثال أبو الهول بمنطقة آثار الهرم، كي يتمكن الحضور من مشاهدة الظاهرة بالنظارات الشمسية الخاصة والتعرف على كيفية حدوث ظاهرة كسوف الشمس. ومعنا للمزيد من المتابعة حول هذه الظاهرة النادرة دكتور أنس إبراهيم، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الأسبق. دكتور أنس صباح الخير. صباح الخير يا فندم. نريد أن نتعرف على ظاهرة كسوف الشمس وأسبابها والفترات الزمنية التي تستمر فيها هذه الظاهرة. ظاهرة كسوف الشمس من الظواهر المعروفة فلكيا، يعني ليست ظاهرة جديدة، وبتحدث من حين إلى آخر عندما يتطابق مدار القمر حول الأرض مع مدار الأرض حول الشمس، ينطبق على بعض تقريبا، فيقع القمر بين الأرض والشمس ويكونوا على 3 قطع على استقامة واحدة في الفضاء، فيحجب القمر جزء من قرص الشمس عن بعض سكان الأرض في بعض المناطق. ده كسوف الشمس. هذا الكسوف الجزئي. ما هو برضو في جميع الحالات هذا التكنيك أو هذا الوضع. نعم. اللي هو أن القمر يقع ما بين الأرض والشمس يتسبب في كسوف جزئي، كسوف كلي، كسوف حلقي. إنما النهاردة اللي هيحدث فيه هنا وهنشوفه في القاهرة هو كسوف جزئي، سوف يحجب القمر جزء بسيط من قرص الشمس لفترة يعني ليست طويلة قوي، بحيث أن ربما كثير من سكان القاهرة ما يقدروش يلاحظوه إلا إذا كان في دقة بتلسكوب ولا حاجة ينظروا منه. يعني هل هذه الظاهرة لها آثار كونية سلبية أو إيجابية، أم هي ظاهرة للمشاهدة فقط دكتور أنس؟ لا، هي بلا شك لو حصل كسوف، أولا الكسوف الجزئي يتم به تصحيح أوضاع القمر والأرض، الوضع الهندسي، يعني البرامج الفلكية والفلكيين بيتنبؤوا بحدوث الكسوف في المستقبل، وده مش في علم الغيب، ده بالحسابات الفلكية. لو حصل خطأ طفيف في المدارات بيتم تصحيح الأوضاع بناء على هذه الأرصاد. أي أن هذه الظاهرة يعني لها فائدة. طبعا لها فائدة، وخاصة لو كان كسوف كلي. نعم. لو كسوف كلي بيتم دراسة الطبقات الخارجية من الشمس. نعم. وأسباب ارتفاع درجة الحرارة والغازات اللي موجودة والطاقة المنبعثة، لها فوائد كثيرة جدا. نعم. وهل ارتداء المواطنين للنظارات الشمسية الخاصة هل يحميهم من الآثار إذا كانت هناك آثار سلبية لهذه الظاهرة؟ طبعا، هو ممنوع النظر إلى الشمس بالعين المجردة أو من خلال نظارة عادية، ممنوع إطلاقا. وهج الشمس شديد جدا، إنما من يريد أنه هو يبص يشوف
قرص الشمس مستخبى منه حته صغيره كده اللي هو الكسوف نفسه، يستطيع انه يبص خلال ازازه داكنه اللون او قطعه بلاستيك داكنه اللون بني او ازرق او حاجه علشان تخفف من وهج الشمس الشديد. نعم دكتور أنس إبراهيم رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. وللمزيد أيضا من المتابعة حول هذه الظاهرة الفلكية النادرة وحول الكسوف الجزئي والكلي للشمس، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فتحي صالح مستشار رئيس الوزراء لشؤون التراث. دكتور فتحي، يعني بعد التحية، ماذا عن هذه الظاهرة الفلكية النادرة وأيضا الاحتفالية التي من المفترض أن تقام في منطقة الأهرامات لرؤية هذه الظاهرة؟ يعني اول حاجه هي مش ظاهره نادره، يعني هي بتحصل تقريبا كل سنه، بس مش كل ما بتحصل بتتشاف في كل حته من الارض، ومش في كل حته بتتشاف زي الثانيه. في حتت ممكن تشوفها كسوف كامل بحيث الشمس تختفي تماما، وفي بيبقى كسوف جزئي. احنا النهارده هنا في مصر هنشوف كسوف جزئي كمان ساعه ونص تقريبا، وفي نفس الوقت يعني أهمية النهاردة إنها مش هتحصل تاني في مصر غير بعد قبل 5 سنين تاني، فمن سنة 2020، وهي ظاهرة متكررة لأنها ظاهرة نتيجة إن الأرض والشمس والقمر بيصطفوا على خط واحد كل شوية، يعني طول ما التلاتة عمالين يلفوا كل شوية بيجوا على خط واحد. فلو كانت القمر بين الأرض والشمس بيحصل كسوف للشمس، لو كانت الأرض بين الشمس والقمر بيحصل كسوف للقمر. فدي كده ظاهرة زي ما بقول متكررة، وبتحصل الكسوف دايما عند يعني في المحاق بتاع القمر لما يبقى مدينا ظهره ومدي وشه للشمس، وكسوف القمر يحصل بالعكس لما يبقى الأرض بين الأرض بين الشمس والقمر، اللي هو لما يبقى البدري، لما يبقى القمر بدري يعني. طيب دكتور فتحي، يعني رصد ومتابعة ومشاهدة هذا الكسوف الجزئي لا يتم إلا من خلال النظارات الشمسية الخاصة بذلك؟ بالضبط. بصي حياتك، هو عموما النظر للشمس بالعين المجردة بغض النظر عن الكسوف وعدم الكسوف، بالعين المجردة خطر جدا وممكن يضيع العين يعني. فعشان كده بيعملوا فلاتر تقدر تقلل ضوء الشمس بواحد لمليون، وأرقام عجيبة جدا عشان الواحد يقدر يبص ويشوف بص الشمس بطريقة مريحة. ففي نظارات مخصوص للحكاية ديت، وفي فلاتر مخصوص للكاميرات وللتلسكوبات وللحاجات دي اللي بترصد العملية ديت. ولكن يعني يستحب يعني عدم التعرض للشمس في فترة الكسوف أو عدم النظر إلى الشمس بشكل صريح حتى ربما يكون له تداعيات سلبية، أم ماذا دكتور فتحي؟ بالضبط، هو مش في وقت الكسوف بس، في أي وقت بالنهار لو الواحد، ما عدا طبعا وقت الغروب بتبقى الشمس ضعيفة شوية، لكن عموما بالنهار لو الواحد بص بالعين المجردة على الشمس ممكن العين تماما ممكن تضيع، لو بص المدة طويلة شوية ممكن تضيع النظر يعني. ولكن في وقت الكسوف تحديدا هل تكون الآثار والتبعات السلبية مضاعفة عن الأوقات العادية؟ لا بالمرة. بالمرة، هي كل الحكاية النظر للشمس بالعين المجردة حاجة مؤذية يعني. في المطلق بصرف النظر عن وجود كسوف أو عدم وجود كسوف، يعني الشمس هي كل حكاية، في الكسوف بيستخبى جزء منها. تمام. بالعكس بتبقى أقل من قوة الشمس العادية يعني. وممكن لو حصل كسوف كلي بتبقى الدنيا ضلمة، الواحد يبص زي ما هو عايز بقى. صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور فتحي صالح مستشار رئيس الوزراء لشؤون التراث، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا عبر الهاتف لمتابعة هذه الظاهرة الزميل محمود إسماعيل مراسل النيل من داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية. محمود، بعد التحية، كيف تتابع استعدادات مسؤولي المعهد لرصد هذه الظاهرة والاستفادة منها علميا في تحليل الظواهر الكونية؟ نعم، هنا استعدادات في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوب الزمنية لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي الذي تشهده مصر اليوم، وعدد من دول شمال أفريقيا وأيضا الدول الأوروبية. في الوقت الذي تشهد فيه مصر هذا الكسوف الجزئي، تشهد مناطق أخرى من العالم كسوفا كليا مثل بلدان شمال الأطلنطي.
طبعا العلماء هنا والخبراء يعني أكدوا أن هذه الظاهرة أو الكسوف الجزئي سيحدث تماما بالتحديد في تمام الساعة 11:10، وتصل ذروته في الساعة 11:48 وينتهي الكسوف في الساعة 12:30. الخبراء هنا يعني ينصحون بعدم النظر بالعين المجردة إلى الشمس حتى لا تضار شبكية العين، ومن يريد أن يرغب في مشاهدة هذه الظاهرة عليه بارتداء النظارات السوداء أو التلسكوبات المحددة هنا في المعهد القومي للبحوث الفلكية. نعم إليه. نعم محمود إسماعيل مراسل النير من داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جان ساكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب الوضع الراهن في اليمن، وذلك عقب الاشتباكات التي وقعت بين القوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي والرئيس السابق علي عبد الله صالح عند مطار عدن والهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي. في غضون ذلك أعلن محافظ عدن أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، كما أعلن إنهاء تمرد قائد فرع قوات الأمن الخاصة بعدن، مشيرا إلى أنه تم نقل الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى مكان آمن. من جانبه أدان جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن أدان استعمال القوة في عدن، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر للأوضاع الأمنية في اليمن عموما وفي مدينة عدن على وجه التحديد. وأكد بن عمر أن ارتفاع وتيرة العنف إلى مستويات غير مسبوقة يهدد أكثر من أي وقت مضى اليمن ويجرها إلى مواجهات شاملة سيدفع ثمنها الباهظ المواطنون العزل. ودعا الحكومة اليمنية وكافة الأطراف السياسية والجماعات المسلحة إلى الوقف الفوري وغير المشروط للاقتتال ولكافة الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما حث بن عمر الجميع على المشاركة بجد ومسؤولية وحسن نية في الحوار السلمي الجاري لإيجاد مخرج آمن من الأزمة الراهنة. تصاعدت حدة الأزمة اليمنية بشكل مفاجئ، وذلك بعد استقرار الرئيس اليمني بمدينة عدن بعد نجاحه في الهروب من قبضة الحوثيين. القصر الجمهوري الذي اتخذ منه هادي مقرا جديدا لحكمه تعرض لغارة جوية شنتها طائرة حربية أخطأت هدفها وأجبرتها المضادات الأرضية على الانسحاب من الأجواء. وفور وقوع الهجوم أكد مصدر أمني من الرئاسة اليمنية أنه تم إجلاء الرئيس هادي إلى مكان آمن، مؤكدا عدم مغادرته للبلاد. في الوقت نفسه أعلنت قوات الجيش اليمني وقوات اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي سيطرتها التامة على مطار عدن بعد اشتباكات دامية مع القوات الخاصة التي يقودها العميد عبد الحافظ السقاف الموالي للحوثيين. كما نجحت القوات اليمنية واللجان الشعبية في السيطرة التامة على معسكر رئيسي للسقاف ومعسكرين إضافيين تابعين له، مخاطر كبيرة ينذر بها المشهد اليمني الذي يهدده الصراع المتفاقم على السلطة بين هادي والحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء والمتحالفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وللمزيد من المتابعة حول هذا الأمر حول هذا الوضع في اليمن في العاصمة اليمنية ينضم إلينا من هناك السيد ناصر الربيعي الكاتب والمحلل السياسي. سيد ناصر بعد التحية، الأزمة اليمنية تشهد تأزما جديدا بعد حدوث المواجهات في عدن، هل يمكن الحديث عن حوار أو عن مجلس رئاسي في ظل هذا التوتر؟ في الحقيقة أن الجهود لا زالت تبذل والأطراف جميعها لا زالت هنا في العاصمة صنعاء. نعم. تعقد الجلسات، وآخر ما توصلت إليه هو الاتفاق حول 4 أشخاص لمجلس رئاسة، وهي تبحث الآن عن الخامس ربما تعلن عنه اليوم. هناك من اقترح هادي وهناك من اقترح آخرين من الجنوب. وفيما يتعلق بما حصل في عدن أمس، كان فعلا كما ذكرتم مؤشر خطير جدا
لأنه يمكن أن تنزلق البلاد بعدها إلى حرب شاملة إذا لم يتفادى اليمنيون وأيضا الأشقاء والأصدقاء من الخارج بالمساعدة المخلصة الحقيقية. لكن سيد نصر برأيك هل الحوثيون يريدون السيطرة الكاملة على اليمن أم أنهم يعني لا يريدون إلا لا يريدون الرئيس هادي نفسه ألا يتولى الحكم؟ في الحقيقة أن الحوثيين قد أعلنوا موقفهم من الرئيس أنه يعني أعلنوه فاقد للشرعية وهم يبحثون عن غيره، لكن الحوثيون مجموعة من المجموعات ليسوا أصحاب القرار، هم الآن يضعون المقترحات كاملة في طاولة النقاش، وأعتقد أن إذا كان الرئيس هادي رغبة وموافقة على أن يكون رئيسا لمجلس الرئاسة فسيكون ذلك، وإلا سيكون شخص آخر. نعم السيد ناصر الربيعي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من العاصمة اليمنية صنعاء، شكرا جزيلا لك. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. محلب يزور اليوم كوديفوار ويفتتح مشروعات تنموية نفذتها هناك شركات مصرية. إنهاء التمرد في عدن والأمم المتحدة تدين استخدام القوة وواشنطن تعرب عن قلقها. كسوف كلي للشمس تشهده مصر بشكل جزئي واحتفالية أمام منطقة أبو الهول بالأهرامات. نهاية نشرة العاشرة صباحا، إلى اللقاء.